انا كل عام بعد اختارت كل عام كندير شونسون. دابا بار اكزومبل داك العام كانت انا معاك، العام اللي فات كانت جيني فاس، وهذا العام ان شاء الله جو بريبار واحد لا شونسون مع تيتوف اون فرانس ان شاء الله، اللي غادي حنا كنتواجدوا دابا باش كنوجدوا فيها، باش كنميكسيو، باش كنقادو، كنماستوريزيو. وما قدرتش نخرج لا شونسون بلا لو كليب، لان لو كليب ولات من المسائل المهمه في لا شونسون باش كتوصل دغيا عند الجمهور. والحمد لله قريب كما كيقولوا هاد الوليد يتزاد ان شاء الله بعد ونسميه ان شاء الله، باقي ما مسميناش، ولكن قريب ان شاء الله واحد لا شونسون اللي غادي تكون ديال عبد الربي سعيد مسكر، لان مولف ندير كل عام اغنيه. دابا نحاول باش كل عامين كما كندير انا وحميد الدوسي، دابا واحد العامين دابا نحاول ندير كل عام جوج اغنيات ان شاء الله. سعيد مسكر من 88 هو كيدير نفس السيل، دابا راه 30 عام غادي نحتفل ان شاء الله، غادي ندير 30 عام دو كارير. اول البوم غيتوني في 88 كان فيزيون راي وهداك الشيء، وباقي نفس لو ستيل، غير كيتغيروا بيان سور لي انسترومون، كيتغيروا الموزعين، كيتغير لو ستيل، كيتغيروا الكلمات، لان 88 ماشي هي 2019 ان شاء الله. دونك نحاول ما امكن باش نبقى في الستيل ديال سعيد مسكر ولكن متطور. 14-15 عام دونك ماشي بديت صغير، ورغم ذلك كان عندي واحد الطموح، وباقي ذاك الطموح دائما باش نوصل، باش نغني، باش نمتع الجمهور، باش نفرح، نسعد الجمهور. دونك هذا هو الرسالة اللي كانت عندي أنا. الشعر الشعير يا شعير، باقي الشعر، هو الشعر مدرقوا بكاسك الطربوش، راه الحي الطربوش يبان لك دار باقي الشعر الحمد لله، هو الشعر واللوك. ما نحاول 2019 نحسن ولا ندير شي لوك جديد عاوتاني، غير انا كنرتاح في هذا اللوك، هذا كنبقى كما تنقولوا طبيعه سعيد مسكر خاصو يبقى هو هو، ما عنديش مع ذاك اللوك وهذاك الشيء، كنبغي نبقى سعيد مسكر هو هو. أغلبية الفنانة عندهم هاد المسألة، ما لاحظتش ما زعما اللي كيكمي ولا اللي كيشرب، ماشي غير فنانة، راه أي حد راه تقدر تلقى عنده هاد المشكلة، هذا كيشرب ولا كيكمي. الحمد لله غاني حيد هاد ليطاب هادي تبارك الله، وراه شحال هادي ماشي غير دابا، زعما هادي المسائل اللي قديمة جدا، وهاديك كيما كنقولوا غير بسالة، هذيك الشرب او الكارو كما كنقولوا غير بسال. انا كيقولوا عليا راه كتكمي وكتشرب، انا والله ما عمري ما كميت ما شربتش، وكنتحدى اي واحد شافني شي نهار شي حاجه كنتحدى بمعنى الكلمه. الحمد لله داكشي ديال راسي انا، يا ماشي مشكل ايش ما لان القناعه درتها، كنتحدى زعما شي واحد يقول لي راه شتك يحلف لي يا رب الله، زعما جامي جي في سا، عمرني كميت، عمرني شربت، والحمد لله وبخير وعلى خير، وكان بان بحالي لا كامي كما كيقولوا، حيت شي وحدين كيبدي يحلف لك بالله والله قول لي اخويا حلف لي بالله النهار اللي غادي تشوفني بانني خديت هذه المساله هذه تحداك، راه بينك وبين الله انا واحد الانسان اللي ديريكت محافظ على الصلوات ديالي من القديم من صغري، دونك علاش غادي انا باش نكمي ولا باش نشرب. والله يعفو على جميع الناس اللي كيديروا هذه المساله، الله يعفو عليهم، هذا ماشي باش قلت لك باش نبرأ راسي ولا هذاك الشيء، اول خطره قلتها بيني وبين الله هذه المسائل، انا عندي واحد الميتي ديالي ديال لو شون انا كنخدم فيها وصافي هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.